معنا عبر الخط الهاتفي المختص بشؤون الأسرى الأستاذ فؤاد خفش. صباح الخير. صباح الخير حياكم الله. أهلا بك معنا. يعني ما يحدث اليوم في سجون الاحتلال وبشكل متواصل ودعوات الأسرى من أجل تكثيف الحراك الشعبي وتحديدا في هذا التوقيت الذي قد لا يكون لصالح الأسرى مع ارتقاء شهيدين في جنين، كيف من الممكن ربط كل هذه الأمور؟ يعني واضح أن الاحتلال لا يريد أن يستجيب بسرعة لمطالب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وواضح أنه ذاهب باتجاه التصعيد مع الأسرى وعدم الالتزام بما تم الاتفاق به مع الأسرى والمعتقلين في المراحل السابقة. الاحتلال يضيق الخناق على الأسرى والمعتقلين، والأسرى قرروا أنهم سيواجهوا هذه الإجراءات ولن يقبلوا أن تعود الأمور إلى الوراء وأن يتم سحب الإنجازات التي يعني حققها هؤلاء الأسرى بإضرابات طويلة وبمعارك بطولية. نحن قدام معركة من يعني سيرضخ أولا. الأسرى لديهم برنامج، وبرنامج طويل وطويل الأمد، ولا يعني يمكن أن ننسى أننا يعني مقبلون على شهر رمضان، وهذا يعني شهر له خصوصية خاصة للأسرى والمعتقلين، فلذلك هم يريدوا أن يعني يحاول أن يصل إلى ما يريد أو يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذا الشهر، لذلك بتقدير الخاص أن الأمور ستشهد تصعيد وتصعيد كبير في الأيام القادمة. الأمر الوحيد الذي يمكن أن يعجل في إنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين وتحقيق مطالبهم وانسحاب الاحتلال أو استجابة مصلحة السجون لهم فقط الميدان، الشارع الفلسطيني، الضفة الغربية على وجه الخصوص، لأن هي المنطقة الوحيدة التي تعيش حالة تماس مع هذا الاحتلال. وهذا الاحتلال بشكل أو بآخر أو بشكل دقيق يعني لا يمكن يعني أن يقبل أن تتدهور الأمور في الضفة الغربية. أي مواجهة مع الاحتلال عبر نقاط التماس، وهذا الذي يعني تم الدعوة له اليوم، سيعجل بشكل كبير في تحقيق مطالب الأسرى والمعتقلين. ولنا تجارب كثيرة في هذا الموضوع، ضرب الكرامة 2012 حينما خرج الشارع الفلسطيني، وفي كل الإضرابات الأخرى وفي كل المعارك الأخرى، في الوقت الذي كان يخرج الشارع الفلسطيني وينتصر للأسرى والمعتقلين ويشعر الاحتلال أن هذه الأمور قد تفلت في الضفة الغربية، كان يستجيب لمطالب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. بمعنى ربما أن الاحتلال يقوم بتصعيد الأوضاع بهذا التوقيت، وذلك لإنجاح خطته في إفشال يعني الحراك الشعبي الذي يدعو له الأسرى. يعني إذا كنت تقصدين ما حدث في جنين اليوم ورحمة الله على الشهداء، بتقدير خاص هذا شيء لا علاقة له بما يحدث داخل سجون الاحتلال أو بالحراك الذي سيحدث اليوم، بالعكس هذا الأمر سيؤجج الأمور أكثر وأكثر وسيدفع باتجاه يعني خروج عدد أكبر من الناس لمواجهة والتصدي لهذا الاحتلال. يعني هذه عملية منفصلة لا علاقة لها بموضوع الأسرى والمعتقلين، ولكن الذي أريد أن أركز عليه أنه باختصار شديد أن الشارع الفلسطيني هو الوحيد القادر في المرحلة الحالية على تلبية نداء الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم وإجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم. نعم، يعني ربما قبل أسابيع قليلة كانت هناك حملة أطلقها يعني أو أطلقتها عفوا وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرة، كانت بعنوان الحياة حق، ولكن ربما لم نشهد أي تأثير ملموس على أرض الواقع يعني كما يجب. ما هو تفسيرك لما حدث ولماذا لم يكن هناك التفاف شعبي دعنا نقول حول هذه الحملة؟ يعني باختصار سيدتي، اليوم الجهات الرسمية الفلسطينية بتعيش بواد، والشارع والمواطن الفلسطيني بعيش بواد آخر، والمواطن الفلسطيني يعني بات بشكل أو بآخر لا يثق بمثل هذه الحملات للأسف الشديد. الشارع الفلسطيني بده يشوف المسؤول قدامه في الميدان، بده يشوف القيادات الوطنية ومسؤولين الفصائل ورجالات ومسؤولي السلطة هم اللي موجودين في الشارع في الميدان وبيبادر في هذا الموضوع. هذه الحملات باختصار شديد لا تلامس نبض الشارع الفلسطيني ولا تقترب كثيرا من المواطن الفلسطيني، لذلك تجدين يعني أنه يعني حتى المواطن الفلسطيني بات لا يعني يعني لا يستمع إلى هذه
بيانات الشجب والاستنكار والمناشدات والحملات هاي. لا احنا بعاد كثير عنهم كمواطنين، وهم لم يستطيعوا ان الوصول الى قلوب الناس. يعني بعد الانقسام الفلسطيني وغياب فصائل كبيره وازنه كان لها دور كبير في الضفه الغربيه، كانت تحدث حاله يعني تنافس شريف في التفاعل مع القضايا الوطنية، باتت الأمور يعني أقل تفاعلا من الناحية الجماهيرية والشعبية مع الأحداث والقضايا الوطنية. نعم، اليوم كيف من الممكن تصويب البوصلة من أجل يعني لفت الأنظار نحو قضية الأسرى وبالتالي المشاركة الشعبية الفاعلة لنرى بالميدان كما كنا نرى سابقا الألوف من المشاركين المتضامنين من أجل الأسرى ونصرتهم؟ والله هذا كل ما نتمناه، ولكن يجب يعني أن نؤكد على أكثر من نقطة. أهم نقطة في هذا الموضوع إشراك الكل الفلسطيني على الجهات الرسمية، الهيئة الأسرى وغيرها من المؤسسات، أن تشرك كل المؤسسات الحقوقية وأن تشرك الفصائل الفلسطينية، وأن يكون هنالك برنامج وآلية وخطة، وأن لا يكون العمل التجاري لأنه في مشكلة اليوم في ريمون بدنا نعمل إشي، لا، أن يكون هنالك برنامج وخطة واضحة من أجل تفقيل قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أن لا يكون العمل التجاري، وأن كما ذكرت أن يتم إشراك الكل الفلسطيني، وهذا الشيء من شأنه أن يفعل هذه القضية. ولكن إذا أردنا أن نعود إلى يعني سابق العهد الأيام الجميلة التي كنا نخرج كما ذكرت بالآلاف وكان هناك المنافسة الطيبة الشريفة، فقط هذا يعني له علاقة بإنهاء الانقسام وبالشعور بالحريات داخل الضفة الغربية، الأمر الذي سيدفع الكل الفلسطيني للمشاركة في أي نداء يوجه أي فصيل. نعم، إذا المختص بشؤون الأسرى الأستاذ فؤاد خشت أو خفش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.